مدينتنا الكبيره فردوس عبد الحميد، بنرحب بيك على بوابه الهلال. اهلا وسهلا. 13 عام لجائزه ساويرس الثقافيه، مدى اهميتها في اسراء الحياه الثقافيه في مصر؟ يعني طبعا تواجدها شيء مهم جدا لمسانده الثقافه المصريه والعربيه ومسانده الشباب اللي هو يعني بيلاقي مجال انه يعبر عن نفسه، فتواجد مثل هذه التظاهرات الثقافية مهم جدا جدا، ويريت يبقى في أكتر من مؤسسة في مصر علشان تساند الثقافة المصرية. جبتي عننا في رمضان 2017، لكن إيه المسلسل اللي ممكن يكون لفت الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد؟ والله أنا شفت مسلسل مش في رمضان، قريب، كان في اسمه الطوفان. عجبني جدا لأنه هو مسلسل يعني بيتكلم عن الأسرة وبيتكلم عن القيم والأخلاقيات وإزاي إن المادة ممكن تبوظ أخلاق البشر يعني، فكان مسلسل مهم جدا، وكل اللي فيه الحقيقة كانوا عاملين أدورهم بشكل جيد جدا يعني. احنا مفتقدين مسلسلات الأسرية شوية الفترة الأخيرة؟ يا ريت، ما هم أعتقد هم تنبهوا لده، ودلوقتي يعني أنا شايفة اللي هو البركان خلص، بدأ مسلسل اسمه أبو العروسة، كلها حاجات يعني خاصة بالأسرة وبالحياة اللي موجودة ومشاكلها وكده. رأيك إيه في إن بقى في موسم جديد للمسلسلات غير رمضان، ابتدت ترجع المسلسلات في الأيام العادية؟ لا أنا مبسوطة جدا جدا من ده، لأنه يعني كانت المسلسلات محصورة في رمضان وكانت بتبقى مكدسة جدا، وفي أعمال بتتظلم وأعمال ما حدش بيشوفها وتفضل تتعاد والناس بتمل من ده في أثناء السنة وكأنهم ما شافوش حاجة جديدة، لكن لما يبقى فيه زي زمان يعني مسلسلات كده وكده، في رمضان وفي غير رمضان، ده بيبقى شيء جميل جدا. رأيك كمان في وضع حد أقصى لميزانية المسلسلات، وده هيتبعه تخفيض في أجور الفنانين الفترة المقبلة، هل أنت مع ده ولا ضده؟ مع ده جدا، لأنه عايزين عايزين نرجع بقى تاني للأعمال العظيمة اللي مش الهدف منها هي أنه يعني بعض الفنانين ياخدوا كل الميزانية وباقي الميزانية ما فيش ميزانية بعد كده تتصرف على العمل، احنا عايزين الميزانية كلها تتصرف على العمل سواء على الممثلين او على كل ما يتعلق بالعمل الفني. ايه جديد فنانتنا الفترة المقبلة؟ ايه جديد بالنسبة لحضرتك الفترة المقبلة؟ والله لسه ما فيش حاجة يعني.